شنو المخالفة اللي عندك؟ عندك خرق حالة الطوارئ. ديها الشيخ سير معاك، سير طلعوا السيارة، طلعوا السيارة. سير بحالتك، أنا حايت في حل المحل، المحل مستع، وعندك الزبائن، الزبائن اللي كتبتوا عليك، وإذا أنت ما احترمتيش، شنو؟ شنو؟ إحنا كنبدو، غتشوف حالتك، غتخرج السيارة صافي عاد تبعوه صافي. اجا ولدي اجا ولدي طلع ولدي طلع 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 ولدي يا ولدي طلع ولدي طلع ولدي طلع 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 يلا الو دخل ولدي دخل ولدي دخل ولدي في السيارة طلع ولدي السيارة واعطي بطاقة التعريف الوطنية اعطي بطاقة التعريف الوطنية طلع السيارة ولدي ساكن تحيي المجد كان كيتواجد زون اخرى اللي هي حي 20 غش لا علاقة له بهذا الزون هذا طلع ولدي طلع طلع سير طلع سير طلع سير طلع طلع السيارة طلع السيارة طلع السيارة طلع السيارة مراد سير طلع سير طلع سير طلع ها؟ عطينا شي مبرر وقلعنا علاش علاش كنتواجد هذا ديالك يا اخويا اشوف ديال في هذه الحالات حين المختار السوسي خرق حالة ديال الطوارئ لا تنسوش تابعونا على جميع وسائل التواصل الاجتماعي والاشتراك في القناة والضغط على زر الجرس ليصلكم الجديد.